وننتقل إلى زاوية من الآخر للكاتبة أسماء جمعة بأخيرة التيار والموسومة بعنوان برلمان ضد الشعب. تستهل جمعة زاويتها بأنها تلقت عدداً من الاتصالات من بعض المواطنين الغاضبين، وهم يعبرون لها عن دهشتهم واستغرابهم لما تناولته الأخبار التي جاءت في الصحف أمس عن إعلان البرلمان لإتمام صفقة بينه وبين الصندوق القومي للإسكان لبناء وحدات سكنية تستوعب 500 نائب برلماني، وأن السكن سيكون حسب الرغبة، شقق سكن اقتصادي متطور وشعبي واستمراري واستثماري. وتمضي جمعة إلى أن الجميع يسألون بأي حق يمنح البرلمانيون أو يمنح البرلمانيون سكناً وهم أصلاً لم يقدموا عملاً يذكر، وتقول أن الإجراء الطبيعي هو أن يطالب البرلمان بسكن الأطباء والمعلمين أو غيرهم من أصحاب الوظائف الدائمة. أما أن تكون للبرلمانيين فاعتبرتها جمعة غير مقبولة وليست من العدالة، وتضيف: كلنا يعلم أن البرلمان يضم ضباط جيش وشرطة برتب عالية، وكذلك يضم رجال أعمال ووزراء سابقين يملكون منازل ومزارع وغيرها. وتختتم أسماء جمعة زاويتها بأنها لم تجد ما تواسي المواطنين الذين اتصلوا عليها، غير أن البرلمان جاءت به الحكومة بناء على مواصفاتها وليس مواصفاتهم، لذلك لن يقوم بعمل من أجلهم ويرضيهم، خاصة أنه قدم وسيقدم خدمات جليلة للحكومة، حتى وإن غادر أحد الأعضاء البرلمان سينطبق عليه قول المثل: سيد جميلك سيدك.